السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة العلوم الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول الوحدة الأولى استمرارية الحياة، الفصل الثاني الخلية والوراثة، الدرس الأول انقسام الخلايا. أهداف الدرس: توضيح دورة حياة الخلية، ثانياً بيان مراحل الانقسام المتساوي في الخلية، ثالثاً توضيح المقصود بمدة الحياة وعلاقتها بنوع المخلوق الحي والظروف التي يعيشها. دورة الخلية: تنمو الخلايا لفترة زمنية محددة ثم تتوقف عن النمو. بعد أن يكتمل نمو الخلايا يموت بعضها وينقسم بعضها الآخر لينتج خلايا جديدة لتعويض الخلايا الميتة، وتسمى العملية المستمرة من النمو والانقسام والتعويض دورة الخلية. دورة الخلية هي عملية مستمرة نمو الخلايا وانقسامها لتعويض التالف منها. قد تكون دورة الخلية سريعة أو بطيئة، ويعتمد ذلك على نوع المخلوق الحي ونوع النسيج الذي توجد فيه الخلية. مثال: الخلية البكتيرية مثلاً تستطيع أن تنتج خليتين جديدتين كل 20 دقيقة، والخليتان الجديدتان تنتجان 4 خلايا جديدة، وهكذا. وخلال ساعات محدودة تستطيع خلية واحدة أن تنتج ملايين الخلايا. تتحكم بعض أجهزة المخلوقات الحية وتركيبها في نمو الخلايا وانقسامها، وعندما يحدث خلل ما فقد يسبب مشكلات خطيرة، ومنها مرض السرطان، إذ يحدث هذا المرض عندما لا يتم السيطرة على انقسام الخلايا ونموها. وقد يؤدي النمو السريع للخلايا إلى تكون الأورام أو تجمعات للخلايا السرطانية. حقيقة: يقوم جسم الإنسان باستبدال جميع خلايا الدم الحمراء كل 120 يوماً تقريباً. الانقسام المتساوي عملية مستمرة أثناء فترة حياة المخلوق الحي، وينتج عنها نمو المخلوق الحي وتعويض خلاياه التالفة واستمرار حياته. مراحل الانقسام المتساوي: الانقسام المتساوي يمر بخمس مراحل، وهي على النحو الآتي: المرحلة الأولى، يتضاعف عدد الكروموسومات في نواة الخلية عند بداية عملية الانقسام المتساوي. ما معنى يتضاعف؟ عندما يكون المخلوق الحي لديه 6 كروموسومات، فيصبح عددها بعد التضاعف 12 كروموسوما. المرحلة الثانية، تصبح الكروموسومات واضحة ويبدأ الغشاء المحيط بالنواة بالتلاشي. المرحلة الثالثة، تصطف أزواج الكروموسومات عند وسط الخلية. المرحلة الرابعة، تنفصل أزواج الكروموسومات عن بعضها البعض وتتحرك في اتجاهين متضادين وتستطيل الخلية. المرحلة الخامسة، يتكون غشاء نووي حول كل مجموعة من الكروموسومات، وينقسم السيتوبلازم
فينتج خليتان حقائق. توجد داخل نواة الخلية عصيات صغيرة تحمل بداخلها معلومات وراثية عن المخلوق الحي تسمى الكروموسومات. يختلف عدد الكروموسومات في الخلايا باختلاف أنواع المخلوقات الحية. مثلاً تحتوي خلايا جسم الإنسان على 46 كروموسوماً. تحتوي خلايا جسم القط على 48 كروموسوماً. تحتوي خلايا البصل على 16 كروموسوماً. تحتوي خلايا جسم الكلب على 78 كروموسوماً. التفكير الناقد: إذا علمت أن خلايا جسم الإنسان تحتوي على 46 كروموسوماً، ما عدد الكروموسومات في كل من الخليتين الجديدتين الناتجتين عن اكتمال الانقسام المتساوي لكل خلية؟ لدينا خلية واحدة 46 كروموسوماً سوف تنتج خليتين، ما عدد الكروموسومات؟ فكر جيداً. الإجابة: الخلايا الجديدة الناتجة عن الانقسام المتساوي تحتوي العدد نفسه من الكروموسومات في الخلية الأم، وبالتالي فإن الخليتين الجديدتين الناتجان تحتوي كل واحدة منهما على 46 كروموسوما. كما يوجد للخلية دورة حياة، فإن المخلوقات الحية لها دورات حياة أيضاً، فتنمو وتتكاثر ثم تموت، ومراحل نمو المخلوق الحي وتطوره تكون دورة حياته، وتشمل دورة حياة الحيوان على الولادة والنضج والتكاثر والهرم ثم الموت. مدة الحياة تعريفها: وهي أطول فترة زمنية يعيشها المخلوق الحي في أفضل الظروف، وهي صفة مشتركة بين أفراد نوعه. بينما العمر المتوقع متوسط الزمن الذي يعيشه نوع محدد من المخلوقات الحية عادة. والآن نذهب إلى النشاط التعليمي. مستعيناً بالجدول المجاور أجب عن الأسئلة الآتية: أي المخلوقات الحية في الجدول لها أطول مدة حياة؟ أطول ثم نقرأ الأرقام. من هو أكبر رقم؟ هو نلاحظ الصنوبر ذو المخاريط الشوكية، أطول مدة حياة أكثر من 7000 سنة. السؤال الثاني: أقصر مدة حياة، من الذي له أقل مدة حياة؟ نقرأ الأرقام مرة أخرى ثم نجيب. هو ذبابة المنزل 72 يوماً. السؤال الثالث: ما المخلوق الحي الذي متوسط العمر المتوقع له يساوي 100 سنة؟ نقرأ متوسط العمر، نذهب إلى الرقم 100 ونقرأ. من هو؟ هو قصب السكر. عرف بلغتك الخاصة كل من مدة الحياة. سوف نعرف ماذا؟ مدة الحياة. الإجابة النموذجية:
أطول فترة زمنية يعيشها المخلوق الحي في أفضل الظروف. ثم السؤال الثاني، عرف العمر المتوقع. تعريفه هو متوسط الزمن الذي يعيشه نوع محدد من المخلوقات الحية. دعنا نتوقع، ما العوامل التي تؤثر في مقدار العمر المتوقع للمخلوق الحي؟ هناك عدة عوامل، دعنا نفكر. الإجابة الصحيحة هي الظروف التي يعيشها المخلوق الحي، الظروف البيئية، ومنها توافر كمية الغذاء والماء والجفاف والفيضانات والحرائق، كذلك المفترسات والأمراض والحوادث والإجهاد والتلوث. النشاط التقييمي. السؤال الأول، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي. 1. في أي مرحلة من مراحل الانقسام المتساوي تنفصل أزواج الكروموسومات بعضها عن بعض وتتحرك في اتجاهين متضادين؟ ألف الأولى، باء الثانية، جيم الثالثة، دال الرابعة. الإجابة هي رابعة. 2. ما عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسمية عند الإنسان؟ فكر جيدا. ألف 12، باء 23، جيم 46، دال 92. ما هي الإجابة؟ هي جيم 46. ثالثا، ماذا يطلق على متوسط الزمن الذي يعيشه المخلوق الحي عادة؟ ألف مدة الحياة، باء العمر المتوقع، جيم دورة الخلية، دال دورة الحياة. الإجابة الصحيحة هي العمر المتوقع. النشاط التقييمي. أجب عن الأسئلة الآتية، ماذا تتوقع أن يحدث للمخلوق الحي عندما تتوقف خلايا جسمه عن الانقسام؟ دعنا نفكر. يتوقف الجسم عن النمو وتتلف خلاياه بسرعة ولا يتم تعويض الخلايا التالفة. خامسا، التفكير الناقد. سؤال، لماذا يفسد اللبن سريعا عند تركه خارج الثلاجة في الصيف؟ اللبن والصيف، ما هو العلاقة؟ الإجابة، لأن خلايا البكتيريا تنمو وتنقسم بسرعة في الجو الحار، مما يؤدي إلى فساد اللبن. وإلى هنا انتهى الدرس، ونراكم في دروس قادمة. إلى اللقاء.